السلام عليكم، انا بدر الدين عيش العيد. كنرحب بكم في هذا لا دوزيام فيديو، دائما في اطار مبادره القراءه الجميع بشراكه مع الجروب بوكينور. اولا بغيت نشكر كاع الناس اللي تفاعلوا بطريقه ايجابيه مع لا بروميير فيديو وما بخلوش عليا من نصائحهم وملاحظاتهم اللي كانت في الصميم، وحتى النقد ديالهم اللي كان بناء. بون، درت هذا لا دوزيام بودكاست باش نوضح بزاف ديال المسائل الاساسيه غادي تساعدنا في التعاطي مع القراءه والكتاب. اليوم غادي نحاول نجاوب على واحد الاسئله محوريه وجد مهمه، اللي هي علاش خاصنا نقراو، وبحالاش خاصنا نقراو، وكيفاش غادي نقراو، اي شنو هو المنهج او شنو هي الطريقه السليمه اللي غادي تخلينا نتعاطاو مع القراءه بشكل ايجابي. غادي نستعن بواحد الكتاب مهم واللي كنعتبره منهج ودليل لكل من يحب القراءه، اللي هو كوما رومون ديال الكاتب الفرنسي دانيال بيناك. هذا الكاتب والاستاذ والباحث الفرنسي المستاذ بمدينه الدار البيضاء استطاع انه يقوم بواحد التشريح دقيق للسبب اللي كيخلي بزاف د الناس انهم يبعدوا على القراءه وينفروا من الكتاب. انطلق من تجربته الشخصيه، بحيث انه كان قبل ما ينعس والديه كانوا كيداوموا على انهم يقراو له قصص، وهذا الشيء كان كيحبب ليه القراءه. المشكل اللي وقع هو انه نهار دخل المدرسه والديه ما بقاوش كيقراو له قصص قبل ما يمشي ينعس. اخطر من هذا هو انه الاساتذه ديالو في المدرسه كانوا كيستعملوا معاه اسلوب الترهيب، الا ما جيتيش قاري هذا الكتاب بلا ما تجي. فهنا وقع مشكل، وقع واحد الطلاق بلا رجعه بين الطفل وبين القراءه، ولكن فر من كل ما هو كتوبه، من كل ما هو مطالعه وقراءه. هذا التحليل هذا مالوغوزمون كينطبق على الاغلبيه، حيت اننا فاش كنفوتوا ديك المرحله ديال الطفوله 10 سنين كنتخاصموا مع الكتاب كنبقاوش نقرا. فالله يخليكم، انا واحد الميساج مهم لكاع الناس، عندكم اخوكم الصغير، اختكم الصغيره، ولد عمكم، بنت عمكم، ولا كنتو اباء عندكم وليداتكم، الله يخليكم، استعملوا اسلوب الترغيب مع الدري، عطيوه تحفيزات، عطيه في الاول قول له الا قريتي هذا الكتاب غنشري لك شي حاجه. الطفل غادي يوصل لواحد الدرجه اللي غادي يبدا يسالي كتاب ويقول لك شري لي كتاب اخر. انا متاكد بلي هذه الطريقه هذه غادي تكون تريز افيكاس. حاولوا تفيقوا حب المعرفه وحب المطالعه عند الطفل. وهنا واجب عليا نشير للدور ديال الاساتذه والمعلمين، اللي هو دور محوري ومصيري في تحديد طبيعه العلاقات الطفل مع الكتاب. الله يخليكم، استعملوا اسلوب الترغيب مع التلاميذ. راه الى 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 استطعتي انك تغرس حب القراءه في الدري، غير تسنى منه الخير فاش يكبر. هنا غادي نغلق هذا القوس هذا، وغندوز للموضوع الاساسي والمحوري ديال هذا الفيديو هذه، اللي هو واحد الدستور ما عنده حتى علاقه بالدساتير السياسيه غادي نتفقوا عليه، اللي هما واحد 10 ديال البنود وضعهم دانيال بيناك في كتابه كوما رومون. هاد 10 ديال القوانين هادو غادي يخليونا اننا نتعاطاو مع القراءه بشكل سليم وايجابي ونستافدوا منه. دونك الله يخليكم، غنتفقوا على هاد 10 البنود وغنحترموها. البند الاول هو انك عندك الحق ما تقراش. الا ما كانت راش قالك ما راش قاش لك على القرايه، ما تقراش. ما عمر القرايه كانت صحه، القرايه ديما خاصها تكون بالبليزير، تكون كتحس بواحد اللذه في القراءه، وما تكونش ما عمرك تكون كتحس براسك مجبر على انك تقرا. بيان سور كونوا متفقين، القراءه شي حاجه مزيانه، مي فاش ما كتكونش بليزير وفاش ما كتكونش بواحد الهدف ديال حب المعرفه والمطالعه، كنظن بلي كتكون غير مضيعه للوقت. دونك قراو، حاولوا ديروا غير لو بروميي با، وانا متاكد بلي غادي تبلاو بلي زوينه بطبيعه الحال. البند الثاني، عندك الحق تنقص دي باج الا بديتي كتحس بالملل، ولا كنتي كتقرا شي غران كلاسيك اللي فيه بزاف ديال الصفحات ما فيها باس تنقص شي صفيحات. هانيه، ما غاديش تاثر عليك في تتبع المسار ديال القصه، ما غاديش عليك شي حاجه كبيره، وبيناتنا راه كتوقع. هانيه على حسابي، انا براسي في درتها شحال من مره. البند الثالث، الا مر داك شي كتاب بديتيه عندك الحق ما تكملوش، ما تمشيش فيه جوست كوبو. كونوا متفقين، كاينين بزاف ملايين الكتوبه كيطبعوا كل عام، وماشي كلهم كتوبه زوينين. دونك عندك الحق الا بديتي شي كتاب وحسيتي بلي القصه ديالو ما كتشدكش، ما فيهاش تشويق، ما كتحسش براسك كتستافد، فايت لك قريتي شي حاجه بحال هادشي، عندك الحق تابوندوني، هذا حق مشروع. عندك الحق دير إعادة قراءة شي كتاب معين عجبك بزاف ديال المرات،
انا شخصيا كاين كتوبه اللي عاودتهم اكثر من 3 ولا 4 الخطرات، بحال ليترونجي ديال البير كامو ولا فواياج او بو دو لا نوي ديال سيرين. هاد الكتوبه هادو كنعاودو نقراوهم شحال ما عاودنا قريناهم، شحال ما كنستافدو منهم وكنشوفوهم من منظور اخر. كاين حتى شي كتوبه اللي كنقراوهم باش نتفكروا الطفوله ديالنا، بحيث انهم كتحس بواحد لا سونساسيون في الشكل، كتكون واحد الرجوع الى الطفوله. كتوبه بحال لو بيتي برانس ومكتوبه غادي يخليكم انكم تفكروا ديما الطفوله ديالكم وانكم تسترجعوا دوك الذكريات. راه القراءه هي وسيله جد فعاله استرجاع ذكريات احداث معينه وقعت لنا في حياتنا. كاينين شي كتوبه لي تيلمو غادي يعجبوكم ما غاديش تسخاو بهم وغتبغيو تعاودوهم. نيزيتي سورتو با، راه في اعاده افاده. البند الخامس، عندك الحق تقرا نامبورت كوا اللي بغيتي، انت حر في اختيار اي كتاب بغيتي تقراه، وانت شي واحد ما عنده الحق يقول لك شنو تقرا وشنو ما تقراش. بيان سور كون متفقين كاين كتوبه زوينين وكتوبه خايبين، ولكن اللي كيخلي كتاب انه يكون زوين وانه يكون خايب هو الدرجه ديال لوريجيناليتي ديالو. كاين كتوبه لي تيلمو اوريجينال حتى شي واحد ما عمره ما كتب بحالهم، حتى شي واحد ما عمره غادي يكتب بحالهم، تيكونوا كتوبه خاصين ما كيتعاودوش. بالعكس كاين كتوبه اخرين كيكون فيهم اجترار ديال نفس الافكار نفس المواقف نفس قصص الحب الخياليه، ما كتكونش فيهم واحد الدرجه ديال الاستفاده كبيره. دونك الحموله المعرفيه ديال الكتاب هي اللي كتحدد واش انه كتاب مزيان ولا خايب. بيان سور هادشي ما كيمنعش انك حر انك تقرا اللي بغيتي. كاين حتى دوك الكتوبه اللي قلنا عليهم انهم فيهم اجترار ديال نفس الافكار ربما يعطيوك الرغبه في انك تقرا كتب اخرين وتدوز لشي حاجه اخرى احسن. بغيت نشير لواحد الحاجه هي ان الغنى ديال التجارب ديال الناس والاختلاف ديال الاذواق ديالهم تيقدر يكون عامل ايجابي يخليك انك تبادل التجارب ديالك وتهضر على كتاب قريتيه الناس الاخرين ما قراوش تعاود عليه وتنصحهم انهم يقراوه، وحتى الناس الاخرين اللي غيكونوا قراو كتبان انت ما تحت لكش الفرصه انك تقراهم غادي ينفعوك بالتجربه ديالهم. البند السادس، عندك الحق في البوفاريزم. البوفاريزم هو مصطلح من الشق لغمون ديال غوستاف لوبير مادام بوفاري. هاد البوفاريزم هذا كنقصدو به تشبت باحداث وبشخصيات خياليه قريناها في شي كتوبه. هاد التشبت هذا كيخليك انك بعد خطرات بعد ما كتسالي من القراءه ديال شي كتاب كتحس براسك تافه وما كترضاش على الواقع ديالك. هاد عدم الرضا، هاد حالة عدم الرضا، أحسن حاجة دير هو أنها تخليها تولي دافع إيجابي باش تنتفض على الواقع ديالك وتحسنو. هاد التشبت هذا بدي بيرسوناج خياليين ما تخليهش يكون تأثر عليك سلبا، بالعكس خليه يأثر عليك إيجابا وخليه يكون حافز ودافع كبير ليك. مزيان مرة تخدم المخيلة ديالك، ولكن خلي رجليك في الارض وحاول توازن بين الخيال والواقع باش ما تجيبهاش في راسك. البند السابع، عندك الحق تقرا في اي بلاصه بغيتي. عندك الحق تقرا في الدار، في الناموسيه، في الجرده، في التران، في الاماكن العموميه ولا في الدوش كاع. المهم هو انك تقرا وتكون مرتاح في المكان فاش كتقرا. تتعدد الاماكن والهدف واحد هو القراءه. طبيعه الحال كاين شي خطرات اللي كتكون تيلمون تعمقتي في القراءه ديالك كتنسى الواقع ديالك وما كتعقلش على راسك فين كاين. دونك المكان ما تيهمش، المهم هو انك تقرا. البند الثامن، عندك الحق تقرا كتاب باي ترتيب بغيتي باي طريقه بغيتي بحيث ما كتحترمش نفس الترتيب اللي معطي لك. هادشي هذا يقدر يجي الا ما كانش عندك الوقت الكافي باش انك تتبع كتاب من الاول حتى الاخر، ولا ما كانش عندك مع السسبنس عندك الحق تمشي للدينومون وتقرا شنو وقع وعاد تعاود ترجع. عندك الحق تبدا من الوسط، تبدا من الاخر، تبدا من ما بغيتي. المهم هو انك تقرا، وهذا الترتيب هذا ديال القراءه ما تاثرش سيرتو في شي كتوبه بحال دي نوفيل ولا بحال كتوبه مقسمين بدي شابيتر ما مترابطينش بعضياتهم وما فيهمش اون ستركتور ناراتيف. البند التاسع، عندك الحق تقرا بصوت مرتفع. هذه الطريقه هذه عندها بزاف ديال الايجابيات. كنصح الناس اللي عندهم مشكل في لا برونونسياسيون وفي مخارج الحروف انهم يعتمدوا هذه الطريقه هذه. كاينين بزاف الناس كيكون عندهم نيفو مزيان في لغه معينه
ولكن كيكون عندهم مشكل في النطق بالقراءة، باعتماد الطريقة ديال القراءة بصوت مرتفع غيقدروا يحلوا هذا المشكل هذا. حتى الناس اللي كيعانيو من الخجل كيحشموا، هاد الطريقة ديال هاد اللي تنصحهم بهاد ليكزيرسيس ديال ميغوار، اي انك غتمشي قدام مرايه غتاخد شي شابيتر ولا شي اكستري كيعجبك، سورتو الا كان في التياتر غادي تكون حسن، وغادي تقراه بصوت مرتفع. هاد الطريقة هادي عندها بزاف ديال الايجابيات. البند العاشر واخر بند من بنود هذا القانون وهذا الدستور اللي اتفقنا عليه، هو انك عندك الحق في الكتمان والسريه ديال قراءتك لكتاب معين. هاي الخصوصيه كاينه حتى في القراءه، عندك الحق تقرا كتاب وما تعاودش عليه وتخليه بينك وبين راسك، كتسمى لا ليكتور اون مود بريفي. غنسالي بواحد البند اللي هو بند بونوس مهم بزاف لا يقل اهميه عن البنود اللي ذكرناها، اللي هو ما عمرك تستهزئ ولا تضحك على الناس اللي ما كيقراوش الا كنتي باغي لهم الخير وبغيتيهم شي نهار انهم يبداو يقراو. نزيدكم واحد المجموعه من النصائح غادي تكون تري زيتول في مرافقتكم في القراءه. نصائح بسيطه غادي تعاونكم باش القراءه ديالكم غادي تستافدوا منها اكثر. تنصحكم انكم فين ما تكونوا كتقراو يكون حداكم ان كرايون باش تاخذوا دي نوت ودي ماركور باش ماركيو لي باساج اللي عجبوكم واللي بغيتوا انكم تعقلوا عليهم. نصيحه اخرى بلا ما تنيو الكتوبه، استعملوا دي مارك باج بحال هاد المارك باج ديال ليفيرمون يلاه نقراو. هاد المارك باج هادو غيساعدكم في انكم تحافظوا على الكتاب كما كان باش ناس اخرين يستافدوا منه. دابا غادي نشارك معكم مجموعه من النصائح مهمه بزاف في التعامل مع الكتاب. كيف ما كنعرفوا جميع اي كتاب فيه اربعه ديال العناصر الاساسيه، هو الغلاف ديالو، اسم ديال الكاتب ديالو، والعنوان ديال الكتاب، وبيان سور كاتريم كوفرتور. ف اللي بغيت نشير ليه هو انكم ما عمركم تحكموا على كتاب من الغلاف ديالو. طبيعه الحال اسم الكاتب مكون اساسي مهم، بحيث ان بزاف ديال الكتاب كتبوا كتاب واحد مزيان وقدروا انهم يبيعوا كتب الاخرين ديالهم غير بفضل السمعه ديال داك الكتاب اللي كتبوا. العنوان ديال الكتاب مكون اساسي ومهم، بحيث انه كيلخص المضمون ديال الكتاب في جمله واحده وكيعطيك رغبه في انك تقراه. كاين المكون الرابع والاخير اللي هي الكاتريم كوفرتور، اللي هو ايضا مكون اساسي بحيث كيكون فيه ملخص للكتاب ولا شي باساج اللي غادي يعطيكم رغبه في انكم تقراوه. انا النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم تستشروا مع ناس اللي ديجا قراو شي كتاب يقدر يعاود لكم عليه وينصحكم اما تشريوه واما تشريوش. مالوغوزمون في المغرب الناس اللي خدامين في مكاتب ما مأهلينش، تيعرفوا غير يبيعوا كتوبه، ما غتلقاوش عندهم نصائح قيمه في انكم تقراو كتوبه. هادشي علاش كنصحكم انكم تنضموا الينا حتى في المجموعه ديال البوكينور، تما تقدروا تلقاو ناس قراو كتوبه وغينفعوكم بنصائح قيمه. سالينا هاد القوانين وكنتمنى اننا نكونوا اتفقنا عليهم بشكل حبي ورضائي وديمقراطي. كندعو كاع الناس اللي ما متفقينش مع شي بند من هاد البنود انه يخلي ليا الملاحظه ديالو في كومونتير باش نتناقشوا عليه. المهم دابا نتمنى نكونوا عرفنا بحالاش نقراو وكيفاش نقراو. كيبقى لنا السؤال المحوري والمهم اللي هو علاش نقراو اصلا. بون باش نجاوب على هذا السؤال المحوري غادي نجاوب ببساطه وغادي نقول بلي الفرق بيننا وبين الحيوان هو اننا عندنا القدره لترميز اشياء معينه وكتابتها في كتب ومشاركتها مع الاخر. هذه المشاركه هذه كتخلينا اننا نترقاو ونتنمو ونرفعو من الرصيد المعرفي ديالنا. كيف ما كنعرفوا جميع اللغه هي وعاء المعرفه والفكر، احسن طريقه لاحتواء هذه المعرفه هو الكتاب. دونك احسن طريقه لتلقي هذه المعرفه والعلم هي القراءه. وإذا كان هذا الشيء هذا ما كافيكمش، قراو باش تستمتعوا، قراو باش تنساو، قراو باش ما تبقاوش تحسوا بالوحدانيه، قراو باش ترقيو وتنميو المستوى الاجتماعي ديالكم. وإذا كنتو عمليين بزاف قراو باش تجيبوا لي زونتروتيان ودوزوا لي كونكور. سيروا بعيد كاع ما تعرف تقراو بزاف وتجيكم حتى نتوما الرغبه في انكم تكتبوا، تما غادي ديروا احسن حاجه وغادي تخليوا البشريه كامله واحد لا تراس اللي تقدر تكون خالده.